بسواعد مصرية وشراكات استراتيجية، نجحت مصر بقلب الموازنة العسكرية بأسلحتها المصنعة محلياً، وآخرها رشاش متعدد جديد مصري 100% صنعته وزارة الإنتاج الحربي المصرية بعد افتتاح مصنع 300 الحربي بشهور قليلة، والذي كشفت عن شكله صحيفة الوطن المصرية. لكن ذلك الرشاش ليس أول ما أنتجته مصر عسكرياً، فقد سبق لها إنتاج طائرة حربية وغيرها الكثير من الأسلحة العسكرية. الصناعات العسكرية المصرية. بجيش يفوق تعداده المليون جندي وشعار له يقول يد تبني ويد تحمل السلاح، كان لابد لمصر أن تصنع سلاحها وذخائرها بيدها لتعد العدة في أوقات السلم والحرب، خصوصاً الذخائر الحية التي تكلف الدول الكثير، وفي دولة مثل مصر قد يترتب عليها دفع مبالغ طائلة للحصول عليها. لكنها وجدت طريقها بتصنيع تلك الذخائر وتطوير وصناعة أسلحة أخرى. تاريخ عمليات التصنيع العسكري في مصر يعود لزمن محمد علي باشا، ثم تبعه الملك فاروق، إلا أنها اقتصرت حينها على تصنيع الذخائر وبعض الأسلحة الفردية البسيطة، حتى وصل جمال عبد الناصر للسلطة في مصر، ومع وصوله انطلق قطار التطوير بالصناعة العسكرية، وتوج بتصنيع أول طائرة حربية مقاتلة في النهاية. ساعد مصر أكثر تأسيس الهيئة العربية للتصنيع عام 1975، والتي اتخذت من مصر مقرا لها، وتحولت فيما بعد لملك الحكومة المصرية بالكامل، بعدما تنازلت كل من السعودية والإمارات عن أسهمها فيها لصالح مصر، وذلك عام 1993، ما شكل دفعة قوية للصناعة المصرية بحصولها على 9 مصانع جاهزة للتطوير والتصنيع، لتسجل الكثير من الإنجازات في تاريخ مصر العسكرية. فما هي أبرز الصناعات العسكرية المصرية؟ دبابة M1A1، أحد أشهر الدبابات القتالية حول العالم، حيث أثبتت كفاءة عالية في حرب العراق وأفغانستان. تصمم الدبابة بالكامل داخل مصنع 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، حيث يصنع جسم الدبابة بنسبة 95% داخل مصنع الإنتاج الحربي، وتصنع من خلال 12 مرحلة. تبدأ بأول خطوط الإنتاج وحتى الوصول للشكل النهائي، حيث يصنع الجسم الرئيسي والأبراج الخاصة والتسليح، وحتى مراحل الاختبار تتم بأيادي مصرية. بدأ تصنيع الدبابة عام 1992، وذلك بتعاون مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. في البداية كانت مصر تصنع 40% من الدبابة، أما اليوم فباتت تصنع 90% من مكوناتها، لتكون مصرية خالصة تقريبا. مدرعة فهد. هي ناقلة جنود مدرعة مصرية، صممت لكي تناسب متطلبات الجيش المصري، وتعتبر أخف وأصغر من باقي المدرعات الحديثة، كما تتمتع بتدريع أكثر، بالإضافة لتكلفتها القليلة مقارنة بباقي المدرعات. بدأت عمليات تصنيعها عام 1986 لتحل محل المركبات المصرية القديمة الثقيلة، حيث تعتبر مدرعة فهد أكثر مرونة وقدرة على المناورة من سابقاتها. على الرغم من تدريعها الجيد، فهي مبنية من الدروع الملحومة القادرة على التصدي لهجوم بمدفع رشاش. أما عن التسليح فلديها قوة جيدة، حيث يمكن تركيب 3 مدافع رشاشة عليها من عيار 7.62 ملم مع 1500 طلقة. كما طور العديد من النسخ منها كسيارة إسعاف خاصة بالجيش، وأخرى لمكافحة الشغب، بالإضافة لمركبة لزرع الألغام. تستخدم المدرعة اليوم من قبل 7 دول، منها الكويت والجزائر، وأثبتت كفاءة عالية في مختلف المهام، حتى أن بعثة الأمم المتحدة استخدمتها في أوقات عدة. طائرة حلوان 300. رغم عدم اكتمال المشروع،
لكنها بقيت فخر الصناعة المصرية. ففي بداية ستينيات القرن الماضي بدأت مصانع الإنتاج الحربي بأوامر من جمال عبد الناصر بصناعة طيران حربي ومدني، لتنطلق فكرة صناعة طائرة أسرع من الصوت بالاشتراك مع شركة إسبانية. لكن المشروع توقف بسبب انسحاب إسبانيا منه، فقررت مصر حينها العمل عليه منفردة لتنتج أول نموذج منها في يوليو من عام 1963. وبعد تطويرات عدة ومساعدة الهند في المشروع، سجل أول طيران للطائرة في 7 مارس عام 1964، وحصلت حينها الهند على نموذج منها، وكانت الطائرة تسير بالاتجاه الصحيح. لكن نكسة حزيران عام 1967 قضت على المشروع بالكامل، حيث مارس السوفييت ضغوطا كبيرة لإيقافه، بالإضافة للمشاكل المادية وتوافر الطائرات الروسية حينها بأسعار منخفضة، ما أدى لإنهاء المشروع للأبد. مدرعة سينا 200. في فبراير من عام 2020 كشف عن أول مدرعة صنعت بالكامل في مصر، وهي مدرعة سينا 200 التي تصنع في مصنع 200 الحربي المصري، وهي مخصصة لتلبية احتياجات الجيش المصري، كما تتميز بالسرعة والمرونة الكبيرة، وتمتلك شبكة قوية من التدريع والحماية. يبلغ وزن المدرعة ما يقارب 14 طن، وقوة دفع المحرك تبلغ 400 طن، وتصل سرعتها القصوى إلى 65 كيلومتر في الساعة، كما يبلغ عدد أفراد طاقمها 8 أشخاص. وأبرز مزاياها تزويدها برشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، بالإضافة لدرع شبكي عالي الحماية. المدرعة لا تزال في مرحلة التجارب، ومن المتوقع أن ترى النور في فترة قصيرة بعد إضافة عدد من التطويرات إليها. مدرعة تمساح. التمساح هي عائلة من ناقلات الجند المدرعة المطورة لدى مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية، وبتعاون من مصنع 200 الحربية التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لأغراض نقل وخدمة أفراد المشاة بالمناطق والطرق الصعبة، مع مستوى متقدم من الحماية ضد التهديدات المختلفة. تم الكشف عن أول نموذج منها عام 2016، وطورت فيما بعد ليتم طرح عدة فئات منها بإمكانيات مختلفة. اليوم تعمل مصر على إنتاج أول رشاش متعدد مصري، والذي يعتبر تطوراً بارزاً في مجال الصناعة العسكرية، وقد يحدث نقلة كبيرة في الصناعات العسكرية المصرية، ويرفع من أسهمها في سوق الأسلحة حول العالم، بالإضافة للذخائر التي تصنعها بأياد مصرية، لتتربع بذلك على عرش صناعة الأسلحة في العالم العربي، وقد تنجح قريباً بصناعة أسلحتها بالكامل، لتكون بذلك فخر الصناعة المصرية.